عودي معكم للمتابعة ومع ربا الفرن، أخبار غريبة من حول العالم. اليوم شو جايبي معه؟ خلينا نشوف سوا. ربا مرحبا. صباح الخير لك ولكل المشاهدين. تمام. شو الأخبار؟ اليوم جاي بكير وكذا، في نشاط الوضع. كسرت القاعدة، كسرت القاعدة اليوم. ايه اكيد، خلص بلش موسم الصيف. ايه اوكي، في شيء عم تضلك تراقبي مش نجيب اخبار اليوم؟ ما في دراسات ولا ابحاث اليوم، وضعي مثل وضع العالم، مشغولين بكف الهضبه لمعجب صراحه. يعني كف الهضبه عمر دياب لمعجب. الهضبه بيقولوا له الهضبه، صح؟ ايه بطل هضبه. صار شو بيسموه عكس الهضبه؟ الوادي. بضل جوره. جوره مظبوط. كف الجورة. لا بس حرام، خلينا حرام. عمرو دياب بس بقى انه الواحد بيوقع، بيصير في بس هيك بس بقى بيوقع انه يضرب كف. طب ما هو استفزه، خلينا نحضر الفيديو بنرجع بنعلق عليه. شو رايك؟ استفزه بشو؟ خلينا نحضر نشوف مع المشاهدين الفيديو. فصلوا للفيديو. بيتخانق انا وياك. طب هو معقول بينكزوا؟ عمرو دياب انا اكثر واحد بحب اغانيه وبسمع له وهضوم ولذيذ وكذا، بس انه هي ردة فعل كانت سريعة، اكيد كان لازم يعدل العشرة، بس هو قرصه. انت شفت كيف المعجب بقرصه؟ لا ما قرصه، ما انا قلت حدا بده يبرر هذا الشيء. ما شو قرصه؟ عم والله قرصه. لا بس كذا مرة شوف كان مبينه بالفيديو كيف لقطه. مقرب الصورة؟ مقربتها، خلينا نحضر الفيديو. هلا هن رفعوا دعوى على بعض على فكره، وحطوها انه هو تحرش، تعدي هيدا. شو هو؟ انه عم بيقول يتصور معه؟ لا لانه قرصه، انه بيحبه بده يتصور معه. هلا طيب انا رح امشي، معلش مايا، معلش محمد، خلي ربا تكمل. اذا اليوم ما رح اطلع من هون قناعه انه عمرو دياب هو. طيب خليني اكون محامي الشيطان، مش الحال. هلا ما فيك تكوني محامي الشيطان، ما فيك تكوني عكس التيار، ما فيك تكون هالقد قليل الاخلاق. بس مع كمان بدنا نلومه للمعجب يعني كمام، يعني معقول بيقرصوا هيك يعني؟ انه ماشي الحال. هلا اذا انت حط حالك محله وقرصك، شو بتعمل له؟ بقول له قرصني روق، طول بالك، تعال خذ صوره خي خلصنا. ما رح تفكر بضربه كف قدام كل الناس. هلا رده فعل، هلا وقعت سقطه، فينا نقول بقى، فينا نقول نعتبرها. انت مسالمه بالحياه ولا انت قد بتحبي عمرو؟ يا ابيض يا اسود، ما في عم تدافع عنه. في رمادي دائما. بس هو عن جد لليوم متصدر مواقع التواصل الاجتماعي. المره الجايه عريت حدا بدنا نلبسهم غير الوان اللي بيجوا وقتها يحضروا المهرجان عمرو دياب، غير ابيض اسود. ما ابيض ما بين خلاص. ايه لانه شكله الدم. انت عملت مثل المعجبين يعني باقي الاشخاص رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كانه كانوا لاقطين يعني ناطرين هيدي اللحظه اللي بيخطئ فيها. مش هو انا ولا مره فكرت انه بدي اذي عمرو دياب. انا بحب له اغاني، بس انه استفزني المشهد. وهو عنده سوابق على فكره، يعني مش اول مره بيعمل هيك رده فعل. وكان بنفس الحفل، ما بعرف اذا نفسه ولا قبل الحفل. غير حفل، صح؟ غير حفل ليلى علوي عم بتبوسه، قرب الثاني وحده. عنده قفشات بشعه يعني، انه المصاري بتخوت او الكون. الحمد لله الحمد لله انه اخذتوا لنا مصرياتنا بهالمصاريف، عن جد بنتشكركم. انا بقى فينا اخلاق يا جماعه. انا بعرف انه انتم قلبكم علينا، لو كانوا بقيوا مصرياتنا معنا كنا هيك عملنا. هلا نحن معنا مصاري قد دولاب سيارته لعمرو دياب، بس انه معنات الحكي يعني. لا هن اعتبروا البعض انه هيدي سقطه اخلاقيه وطالبوا انه يوقفوا، يعني ما بقى يحضروا مقاطعه اعماله الفنيه. والبعض الاخر لا انه هيك شوي لموا للمعجب انه هيدي خطا من المعجب. هلا على كل حال يتصور معه انه عم يستفيد من الفرصه. وهو طلع منه من المعازيم دو ان المعجب، ودو هو منه ما بيشتغل كمان بالاوتيل، طلع انه عرف انه عمرو دياب جاي فقرر يجي. وهيدي مش اول مره بيتصور معه يعني، يعني كذا مرة يعني في له صور. جمع ألبوم معه 100%. هو طلع من محبي الفنانين كتير. أنا كشي حابب بالموضوع كله، أنت الريسيرش اللي عملتيها يعني الدقيقة، ومنهم كمان طلع مش من أبدا، في شهود عيان أكدوا هذا الشيء. أيوة. وكمان قال هلأ أضرب عن الطعام المعجب. ايه كل يوم في ابديت عن الخبر، مش معقول. هاي الجمعه كله بس عمرو دياب. شكله متفقين عليها. ايه والبي هلا حكى انه نحن ما بنقبل هذا الشيء، ورفعنا دعوه لعمرو دياب. هلا عمرو دياب اللافت انه ما صرح، ما رجع حكى بالموضوع. ما بعرف اذا برايك بيرجع بيعلي او بيعتذر. او وطننا العربي بيربح معجب على فنان واصل؟ اكيد لا. مين عم على عمرو دياب؟ فكر فيها مرتين. انا ما انا اللي انا عم فكر فيها مرتين عم بطرحها عليك يعني. مثل العاده بيطلع بالحفل وبيكبها نكته يعني. أنا مثل العاده ليلى علوي لازم ترفع دعوه. حرام. كمان في رقاص عملوا مع عميل معها هيك كمان في كتير يعني. خلينا نحضر هذا الفيديو كيف تصرف من 6 شهور مع شوفيره الخاص.
عمرو دياب. برافو عليك، عم تدافع عنه، ضربه على حافر ضربه على المسمار مثل ما بيقولوا، نازله في صفه. لا عجبتيني ربا. يلا شو حيوان بتاعنا الشفير تبعه قال له حيوان. نحن بدنا نكون محامي الشيطان دائما، ما بناخذ لا ابيض ولا اسود. يعني مين الشيطان هون؟ لحظه خلينا نشوف مين الشيطان. مين الشيطان هون؟ انا المحامي الشيطان. انت محامي الشيطان بس انت المحامي. صح. الشيطان مين هو؟ بدك اياني اقولها بعدك جوزيف. هلا بننتقل لخبر جديد. كمان بنبقى بالفن، عن خبر الفنان نصيف زيتون والممثلة دانيالا رحمة رح يتزوجوا أخيرا بحسب الصحافة اللبنانية ب7/7/2024 يعني الشهر الجاي. لبقلن لبقلن، بس إنه الحلو إنه بتصريحاتهم دايما في غموض عن علاقتهم، ما بيقولوا يعني لا بينفوا لا بيأكدوا. بخاف الفنان فاجئونا يعني صراحة، يعني بدل لا يضل هيك حتى ما يخف المعجبين، بل هيك بيفكروا ولا لا؟ هلا هني شو في غضب شوي ب يعني من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي إنه ليش خبيتوا علينا، إنه بنفرح لكم وبنبسط لكم، انه ليش بنحب نشارككم هلا، انه هلا هيدي زعجتك والكف واللي قال عن الشوفير تبعه. لا انا عم بقول شو عم بيقولوا رواد مواقع التواصل الاجتماعي، انا ما دخلني. ما شو بدك تحدد؟ انا عم بنقل الخبر بس مثل ما هو. لا انا هلا بدي اكون محامي الشيطان وبدي اقول لك انه ممكن ما يكونوا متاكدين من علاقتهم وهلا لا لا في كذا يعني معروفين يعني اصدقائهم قالوا هيدا دودو مثلا اجت من استراليا لتحضر حفل نصيف زيتون وعملها غنيه كراميلا. لا انه صارت عند العريس الا من بعد العرس، بعد الاكليل. بعد ما بتعرف العروس لمين بتصير إذا عند المسيحية وبعد بس انه قلت لها خبرك خبرية انه قال العرس رح يكون كتير بسيط، فانا قلت انه معقول يكونوا حضروا حلقتنا ذاك الاسبوع اخذوا نصيحتنا انه ممنوع يكبروا العرس لانه احتمالية الطلاق بتكون اكبر. ممكن او في كات بجت تكونوا اخذين له مصرياتهم بالبنوك كمان لانه ما لحقوا يجمعوا من الاعمال الجديدة. تقول تلطش هيك كثير عن هودي احبابنا. هلا اليوم اكتشفت عن جد نيتكم صافية انه انتم بدكم ايانا ما يكون معنا مصاري لنضل فينا اخلاق. ثانك يو يا جماعه، ثانك يو يا زعمائنا يا حلوين. طيب شو رايك نقول لهم مبروك من هلا ونسمع اغنيه كراميلا؟ شو هي كراميلا اللي غنيها لدانيالا نصيف زيتون؟ نسمع يلا. شو قصدك مع المصاري؟ شو اوكي يعني مبروك سلف مبروك لدانيالا ومبروك لنصيف زيتون، تستاهلوا واثنينكم مهضومين وزين وستارز وحبوبين و... الف مبروك وعم بتضووا. اليوم بدي حذرك حزوره انت والمشاهدين. حزوره؟ سهله. مين بنى قلعه بعلبك؟ ها والله انا ما كنت بوقتها بس بسمعت انه الرومان 100% بس ايه. انا بقول انه غلط. خلينا نحضر الفيديو ونرجع نقول الاجابه الصحيحه. ايوه فيك طلعي بقى شو بك اليوم؟ يلا ايه ما في فيديو؟ في فيديو عن قلعه بعلبك مين بناها؟ ايه بعلبك نعم. جنود عمروا قلعه بعلبك؟ If you study in a school in Lebanon, you will read about how Indian workers, Indian sculptors, Indian elephants, Indian yogis came and built a Phoenician temple 4,300 years ago in Lebanon, which is called as Baalbek, which is a phenomenal temple. Some of the foundation stones are over 300 tons. And there is no granite in Lebanon. They transported it all the way from Egypt across the canal and up the mountain and put it up there. Indian elephants, workers and sculptors work. There's enough proof, but one proof is visually hanging there is lotuses in the ceiling. Indian sculptor has to put a lotus wherever he goes. Where would a Lebanese sculptor have seen a lotus? انتو شو رأيكم مزبوطة الخبرية؟ شو رأيك؟ انتي اليد العاملة كان في من الهنود؟
مش صحيحة الادعاءات، منها صحيحة، منها تاريخية. هذا الهندي يعني العالم صوفي يعني هو السجورو بيقول هيدا أثار جدل كتير كبير يعني بين أكيد ما معه حق، بس عم بقول إنه ليش عم يعمل هيك شيء يعني ما بعرف. قال هي خلينا نقول شو قال بقلب الفيديو، قال إنه في زهرة اللي هي موجودة على أسقف القلعة هيدا معروفة، هي يعني رمز ثقافة لوتوس هي بالهند. فكمان قال إنه أحجار الجرانيت تم نقلها من مصر إلى لبنان عبر الفيل، الفيل الهندي، نحن ما عندنا فيل. فانه كل الادعاءات باطله يعني مش مزبوطه، نحن بنعرف انه الرومان هو اللي بنيها. لو سمحت يعني مش يعني كل شيء تقوله هنود وكبار. بس بتفق معه بهالخبريه الحمد لله. يعني في خبريه في شيء اتفقنا عليه. شو برجك يا جوزيف؟ انا كانسر هلا عيدي وبرج السرطان يعني قرب عاطفي جدا. ما تيجي ايدك فاضيه نكست؟ ما انا امبارح كان عيد ميلادي. عم تحكي جد؟ ما انا جبت لك. شو جبت لي؟ ما كنت تركتها برا، هلا بس طلع شوف فيها. او سيربريز، انا بحب المفاجآت. تمام، خلينا نقول اخر قبل اخر خبر. هيدا صراحه انا جبته للخبر، اول شيء كان ترند على السوشيال ميديا دو بدو يعني غير انه عامل ضجه على السوشيال ميديا لننشر الوعي، لانه في كتير اخبار عم تصلنا على الاخبار انه في ناس كتير الاطفال عم تستخدم الفيب اوكي بالمدارس، وعمرهم 7 سنين وعم بيبيعون حتى بالمدارس. ففي خبر انه في بنت بريطانيه عمرها 17 سنه صار عندها انفجار بالرئه لانه بتدخن فوق ال 57 فيب، يعني 4000 سحبه تسحبها بالنهار ولو. يعني 400 سيجارة إلكترونية 100% بالأسبوع، عم نحكي عن رقم خيالي. يعني ما خلصنا من مخاطر السيجارة العادية اللي تجينا، هيدي السيجارة الإلكترونية اللي هي فيب. فهون عن جد نحن بنعرف قد في مخاطر عديدة لما نستخدمها، فمفروض أنه عن جد ننشر الوعي بين أطفالنا طبعا. مش بس ننتبه أنه شو عم بيراقبوا وشو عم بيحضروا على السوشيال ميديا، كمان الفيب يعني هلأ ترند، ما بعرف كيف ظهرت هالفيب حرام. بس عن جد ناخد بعين الاعتبار لأنه كانت خسرت حياتها البنت. ما خسرت حياتها، لا كانت مع صديقتها بحسب ما بيقول البي بقلب البيت، ففجأة بيصير لونها أزرق وبتغبى عن الوعي، فبيطلع أنه هي صار معها انفجار بالرئة وعملت وشلوا لها نص الرئة تبعها. 5 ساعات خضعت العملية جراحية. يا جماعة توعي وإن شاء الله يكونوا عم يسمعونا أو حضرون الفيديو 100%. رح أختم خبر كتير مهضوم، رح نروح على تركيا. كمان تتذكر مرة خبرتك أنه في انقراض للحمير بالصين، تتذكر انه عم ياخذوا من البرودكت. بس انا ما وافقتك لانه نحن عندنا كثير كثير بالبلد وقلنا بدنا نصدرهم. بس هلا شو عملوا بتركيا بانطاليا؟ عملوا لهم عرس للحمير، قال ليه؟ لحتى ينشروا الوعي لمنع انقراض الحمير. نعم. شو رايك نحضر هيدا الحفل؟ مع احترامي حفل زفاف للحمير. مع احترامي للحمير. نعم يلا. سيجاري ايش اعلان ediyorum. Mutluluklar diliyorum. أولي يعني مراسم هني أصحاب الحمير. لا الحمير حتى حجزوا لهم شهر عسل مثل ما هون ما أخذوا لنا مصرياتنا هونيك أخذوا الذهب. يعني عن جد لا شيء كتير موضوع مراسم زفاف على الأصول. كل شيء رح يجيك من المصريات. بس بتعرف شغلي مهضومة الفكرة. أدي أخذين لك أدي أخذين لك من الآخر فيش خلقك. أدي بدك لك الرقم؟ بخاف عليك. بتخاف؟ بروح أنا شلطة يعني. إيه بخاف عليك ان شاء الله يوما ما نقدر نرجع للكره الارضيه للشعوب مين كلها. بس ان شاء الله يا رب من رقبتهم سحبينهم نرجع نستردهم باذن الله. فبيتحاسبوا اكيد اهم شيء. يتحاسبوا هيدي الكلمه اذا مش على الارض في اخره. لا على الارض بنحاسبهم بعدين ربنا بيصطفي. ان شاء الله ما نستسلم في الثوره. المهم انه خلينا نقول انه عم جسر في عرس. يعني شفت انت كيف لبسوا الطرحه وهيدي البدله السوداء. وحجزوا لهم شهر عسل وفي هدايا وجيبوا لهم فنان تركي كمان. صاروا نسايب اصحاب الحمير. مزبوط بيقربوا بعض. بيقربوا بعض. هلا شو قالوا هن المعازيم؟ قالوا انه كرمال انه نحن عم نشوف انه عم بينقرضوا الحمير. فلحتى ما ينقرضوا انه بعد في بتعرف انت بعض الضياع بيستخدموا الحمير. مزبوط انه خلينا ننتبه نعمل لهم ايميل. انا بدي اسالك سؤال، شو اسمه ابن الحمار؟ له اسم؟ شو اسمه؟ جايز حدا بيعرف شو اسمه ابن الحمار؟ لا مش جحش. ما حدا بيعرف؟ معنا وقت نجوجله؟ جوجلي لشوف. انا راح اقول لك شو هي. شو هي؟
شو طلعت؟ أنا حذرتك تحت الطاولة مين أمين بنا قلعت بعلبك، فيلا جوزيف وحدة بوحدة بوحدة شو هي؟ ما طلعت ما في، بدك تحذري الجحش. لا نو جحش مهر نو. بلا نو ابن الحمار. لا شو بقى شو الكر بس هيك حاطين جوجل شو حاطين؟ لا مش مزبوط، جحش إذا بقى تتجوزي حمار مع حصان بيطلع جحش أو بغل مع حصان. شو طلع الجواب؟ شو طلع الجواب؟ الكر الكر؟ ما بتعرفي طيب أخذت معلومة واحدة بوحدة صارت طيب. الرومان بنى قلعة بعلبك، مين ما بيعرف مين عمر قلعة بعلبك إنه أنت جوزيف يعني أنت جوزيف خليني أفضح شو هالحكي. لا هيدي هلأ نقطة سودة بملفك. طيب قبل ما تختمي أنا بدي أخبر خبرية المشاهدين، قل لهم إنه الفنانة اللبنانية صديقتنا ميريام فارس صارت بلعبة الببجي. مظبوط دايما قديش هالمخلوقة ذكية، صارت بعد شوي إذا بفتح الحنفية رح تطلع لي ميريام فارس. عن جد اسم الله عليها، مش عم بحكي شيء سلبي، شيء إيجابي. مبروك برافو. بلا ببجي يعني اسم الله عليها، ايه بلعبة ببجي اللي هي اللعبة الكاسحة العالم، صارت كاركتير من الكاركترز يلي موجودة باللعبة بقى مع الاكسسوارز تبعها مع كل شيء يعني لوكا. لوكا الغريب عشان دايما صح، اصلا صارت انترناشونال من الفيفا والنتفليكس وهلا هي اول فيلم عملته. So smart. Thank you, Ruba. مفتخر فيها أكيد. منشوفك next week إن الله راد. عادي عقلي. أهم شيء هذا next week.